الإخوان المسلمين ليس عندهم نشاط كلي وقوي في التحريض ما يتعلق بالشرك ودعوة أصحاب القبور. لا العلاقة من هذا يرى من كتبه بشيرة من جاءت كتبهم يرى من هذا نسأل الله ينويده المغفرة وليحيهم التوفيق والهداية. فأنا بقول حينئذ ليس صوابا أن يقال أن الإخوة المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. دعوة الإخوان المسلمين إنما هي أشبه بالدعوة السياسية، فهم لا يستنكرون التصوف ولا ينكرون على بناء القبور في القراصة، ولم أعلم ولم أسمع أن أحدا منهم استنكر البناء على القبور في مصر أو ذهب يحذر الناس من زيارة من يسمونها السيد المدوي، ولا أعرف أنهم وقفوا عند مسجد الحسين وأنكروا ومنعوا الذين يطوفون بالقبر، لا أعرف هذا الشيء عنهم. صحيح أنكم تقولون بأن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها داخلون في السلفية؟ هذا كذب وافتراء، ما يدخل في السلفية إلا من كان على منهج السلف. يقول أحسن الله إليكم، انتشرت في مواقع الإنترنت فتوى لكم حول جماعة الإخوان المسلمين وأنهم من أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ أنا رددت على هذا، لكن ما يقبلون اللي عليهم، ولا أنا رددت على هذا في حينه، وقلت أنا أتبرأ من منهج الإخوان المسلمين، وبينت منهجهم في نفس الرد. لكن ما ينشرون اللي عليهم. نعم. جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفأ والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها. ومن مظاهر الجماعة ووصولها أنهم يغلقون عقول أتباعهم عن سماع القول الذي يخالف منهجهم. محور جماعة الإخوان المسلمين الذي تنطلق منه دعوتهم هي قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة فتحت الباب على مصراعيه لإدخال النحل الضالة، سواء كانت النحل الضالة منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية، ويزعمون أنهم هم جماعة المسلمين وهم رافعون راية الجهاد وراية الإسلام وعندهم مزائم كثيرة تخدع الناس، وفي الوقت نفسه هم أولياء الروافض ويمدحونهم ويقولون إن الخلاف بيننا وبينهم شبه صوري، الخلاف بيننا وبينهم ليس في الأصول وإنما هو في الفروع. مثلا جماعة الإخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه، أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان من رافضه فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبه. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون من هب ودب، حتى الرافضي الذي هو يبغض الصحابة ويكره الصحابة ولا يأخذ بالحق الذي جاء عن الصحابة، إذا دخل معهم في جماعتهم فهو صاحبهم ويعتبر واحدا منهم، لهم له ما لهم وعليه وله ما عليه ما عليه. إخوان المسلمين يرمون علماء الدعوة السلفية بما هم منه برعاء، يرمونهم بالعمالة وهم العملاء، يرمونهم بالقرب من الحكام وهم القريبون من الحكام وهم الذين يخدعون الحكام، فكانوا كما قال الشيخ حامد فقي رحمه الله خوان المسلمين.